نعم، نحن الآن نبث بث مباشر من سلسلة جبال مران، تحديدا من عقبة مران. الوضع في مران كالتالي: الميليشيات عجزت عن استعادة أي موقع خسرته طوال العشر أيام الماضية. هنالك تقدم مستمر على شكل سهم تتقدمه ألوية العروبة بقيادة السدعي، ومن ثم هنالك إسناد واضح ومرادفة من قبل ألوية قوات خاصة ومكافحة الإرهاب بمشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية من البر ومن الجو. الوضع في مران كالتالي: اليوم استطاع الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية الوصول إلى عقبة مران والدخول إلى ثلاث مديريات. مديرية الظاهر لم يتبقى إلا أجزاء بسيطة منها، مديرية حيدان تم يعني السيطرة على 10% من عدها، وهي سلسلة جبال عقبة مران بداية السلسلة، ومن ثم مديرية شدة بالسيطرة على مرتفعات رازح وعقبة رازح أيضا. إذن الوضع في مران، هنالك كماشة نحو صعد المركز أو نحو مران المركز. هذا بالنسبة لهنا الجبهة في الثلاث مديريات شدة والظاهر وحيدان. نعود إلى باقم. باقم العملية أصبحت بشقين: الشق الأول محاصرة آخر المناطق في مركز المديرية في شمالها واتجاه نحو سوق الطلح اللي هو أكبر سوق للسلاح في اليمن، وأيضا ضحيان مسقط رأس عبد الملك الحوثي. بينما مديرية اكتاف الموضوع كالتالي: لم يتبقى إلا 10 أو 20% من مركز المديرية. أتوقع أنها ستعلن، أسرع إعلان لمديرية محررة من صعدة سيكون في كتاب بحسب سير المعارك. علينا التركيز على صعدة يتزامن مع التركيز في حجة. حجة جنود المنطقة العسكرية الخامسة الآن على عبس بالتحديد، ومن عبس ستلتحم الجبهة مع قشر وقارة المديريات الأكثر أهمية والتي لم تستطع الميليشيات الانقلابية الدخول لها. هذا هو الوضع في صعدة، هذا هو الوضع في حجة. شكرا جزيلا لك من صعدة مراسلنا محمد العرب.